وديتها تونس. ألف ألف مبروك لها. الله سبحانه وتعالى اللي ودها لتونس. صحيح. تستاهل. بس أنا كان ودي أنها تنجم باش تتبرع لل. طب ياخذ تكلم تونس شايف تونس. لا ساعدني شوية. يعيشك. لا تستاهل. ألف ألف مبروك. تستاهل. والجائزة انكتبت من نصيب اليتيمة. وهذا الشيء اللي أنا حابة بصراحة، مش عشان والله روتانا ولا عشان البرنامج ولا شيء، أنا هذا الشيء جدا عاجبني في هالجائزة. إنه 50% من الجائزة تروح لمحتاج، تروح لجمعية خيرية. هاليتيمة في تونس، في تونس رزقها رزق. يعني جالين عندها 50,000 ريال من آخر الدنيا لآخر الدنيا برسالة SMS. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا اللي كان أكثر شيء يعني محمسني في جائزة مسابقة البر. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث. اليوم هذا آخر سحب إن شاء الله يستمرون، بس إنه هذا آخر سحب معانا، راح يكون فيها أشياء جديدة أنا متأكد. و نشوفكم بعد الفاصل.